السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم هوا ما شاء الله، هوا قوي همينة. شاهد واستمتع بالأجواء الشتوية. ذب الشقف هنا، شوف المفاجأة المفاجأة، شلون جبت حمور يا عيني. ثواني، كيفك هي هينة؟ الهواء جبت كارتونة حمر. الحمر لا، حمر مو هنا. شوقة مشيت؟ تعال شوف الحمر. هواء عطر شوية مثل ما قلنا. شو انت بقيت هنا ماطر؟ يلا يلا انطلق انطلق، عرفنا بيك صورة. المهم هاي التور، وين طلع هاي التور؟ بقيت 60 تك. 60 تك هذا غريب العالي. شوفكم الحمر، كاف كاف كاف. خلي جوقة تمشي، وين مشيت؟ تمام، يلا شوفكم الحمر. مستعدون؟ ليش مو مستعدون؟ مستعدون؟ لو ما مستعدون شلون؟ اكتبونا بالتعليقات شلون الجوقة مع الحمر. اي نعم، كان عندنا 9 وجبت 14 تك. هاي جوقة تور طايرة وهاي جوقة حمر بالقاع. شلون هاي تحضيرات الموسم؟ بس ما نلحق. اكتبونا بالتعليقات شنو رايكم بالحمر؟ اذني خوش جايب حمر، حلوات ومو حلوات؟ اذا مو حلوات تنطلع من يمين. صراحة انا لا جاني حمر قبيل، شو عندك حمر يعني فد 10 بس ما اعرف بهن هواي. اوكي، ما اقول لكم لا خبر خبرة بالحمر، لا الاحمر اللي ادري بياني هذا مثلا، هاي طير حلو كمثال. تعال ان شاء الله فد اسبوع نطير بهن. هذا فت، هذا فت اشكاله، نو بس قصه، فتح اشكاله. اذا يروح شو اسوي؟ خليه يروح. المهم هذه قصة، ثم جاي تشوفون اللي أدري بيه. هذا طير حلو بس لا يطير. نزل الو، زلت. لا لا، شوف ساعة هذا هو شو اسمه. خاف اللزمة ما تجي وتطير، طيرة جوعانة هي. انا برجها تونس عالتور، ليش نروح حمر؟ هذا عفوا مفتوح معليش، بس هسه هو يضرب له فر ويضيع. وينك احمر يجي دب 5 دقائق؟ يلا هين، يلا تبرج انا روح. هو تبرج الين، مو بس هو ما جاي يخليه يطير.
يقف؟ ليش مدوب؟ الله تبرجت. شو السالفة؟ ما تقول لي اللي. عطور الازقاق شنو بيه غربة؟ وين هذا اللي فتح زي طاح؟ هي هاتي اوه ما شكلي عجل طهرة. بس قصة قلنا بالتعليقات شنو رأيكم بيهن؟ اللي يدري بياني حمور اذني قصة. هاي قصة هذين زوج قصة طعت بيهن قصة هذي. بس هذا شوي بيه طخة قديمة بابا ما عليش المهم يطير. هذي قصة بس بين هذا خضراوي يمكن. ايش فيك معوي؟ نزلت الطيور نزلت الدور نزلت. ليش لا؟ اي والله ليش لا؟ نزلت. اعطوني رايكم بهذني. هذا كلش حبيته. هذا هاي الطيره ما ادري يمكن هم مينه مو حلو عشان عجبني كلش هاي الطيره. هذا شو يسمون هذا؟ ادلع. شوف اعرف به. لا تقول ما اعرف. لا حبيبي هذا ادلع هي سيدرين ادلع. احمر مكعك الحافي. الادلع راح لان احبها. احمر حافي مكعكل مو تمام. احمر صلت حافي مكعكل. الكاميرا ايش بيج؟ هذا احمر بس مكعكل بس مو حافي. ها شوف بعد اساميهن ياهو اساميهن باع بيهن في حله بيهن نتايه. طيور مشكله يراد لنا بعد تسذني. العدد 23 احمر صار. نشوف من نوعه ما شاء الله 23 احمر بدون نيشان. بعدنا مستمرين 23 احمر بدون نيشان حلو. لازم اذني خلال اسبوع يطيرن نتايه ولا في حله. عدل بدل شلون تطير النتايه ما ادري. لازم اطير النتايه. لا تقول لي قص النتايه تروح ما ادري شنو. لا ان شاء الله ما يروح. بعد شوي دبيتك اللي هناك صارت الجوم علي ما تور. المهم ان شاء الله ما يروحن. اوكي النتايه الفحله سهله وعمارن حلو. اكبر طير بيهن هذا بالعمر. وينه 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 وينك 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 وين هذا؟ مو كبير يعني عمره يمكن سنتين اصلا. وهذا هذا وين كبير؟ والبقيه لا عمارن حلوه باب. اي بقيه عمارن حلوه. يمكن هذا من ادلال ولا اكتبونا بالتعليقات. هذا رقم صفر. اكتبونا رقم صفر ادلال ومو ادلع. شو تسمونه ادلع احمر؟ اكتبونا بالتعليقات. بيهن حفاي. انا حفاي هالقد ما احبن ما ارغبن الصراحه. حبيت با الرجل مالته الريش هيك تونس بالحمر. جنايه الحمر اكتبونا بالتعليقات يسوون ذني لو ما يسوون. انه يسوون ما يسوون احنا مبقين خوما راح نطلع لمين. فخليت هنا شادر لازم هسه اشده. اوكي واكمله التور. بعت منهن 23 تار بقن بس ذني. يعني بعت التور وجبت حمر. بقن ذني التور 2 4 5 ذني 5 مهلسات ما بعت. لين طيور حلوه وتخبل. اللي بعتهن همين حلوات بس شنو بيهن اقباق عيون بيض بيهن شذاري بيهن ورقي بيهن مخاليف شوي مخربطات. لا طلعتهن البقن اذن البقن. هاي حمره
احمريكة. المهم البقن كله نقباق مثل ما جاي تشوف نيشان هنا البصراوي، تمام؟ هذني كله نقباق، ما بينطيب مو حلو. هذني احلى واحد بقن. ان شاء الله عجبكم الفيديو، انتظرونا اليوم هو لا نقدر نصور، وعندي شغل هنا شوي على البرج، ما ادري البراجي يضربهن ماي. ان شاء الله عجبكم الفيديو، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، تحياتي لكم.